عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي. تحياتي ليك يا كابتن علاء. أنا كابتن سامي، ازي حضرتك حبيبي، ازيك؟ طبعا بنبارك للمنتخب الاولمبي والجهاز الفني كله بكابتن شوقي غريب والدكتور علاء عبد العزيز على الاداء المشرف ما شاء الله اللي يعني كل الناس تجمعت حول المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي فاتت. الله يبارك فيك، دعواتك لينا ونسال الله التوفيق للقاء القادم ان شاء الله، وربنا يوفق اللاعبين ونحقق النتيجه المرجوه باذن الله ونروح طوكيو 2020 ان شاء الله السنه الجايه. خطوه واحده يا كابتن علاء، شعور اللعيبه ايه والجهاز الفني ومتبقي خطوه واحده على حلم الوصول لاولمبياد طوكيو 2020؟ والله الجهاز الفني بقرار الكابتن شوقي غريب معتكفين على دراسه فريق جنوب افريقيا دراسه جيده جدا. تمام. كل افلام عرضوها على اللاعبين، سلبيات وايجابيات الفريق، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه هنحقق نتيجه طيبه باذن الله ان شاء الله. خلصنا بس الا الدعاء ومسانده الجماهير ان شاء الله. يعني انا متوقع ان شاء الله مباراه الثلاثه يكون في حضور جماهيري كبير والتفاف كبير حول المنتخب الاولمبي، خاصه كمان بعد الاداء المشرف والروح القتاليه اللي ظهرت من المنتخب الاولمبي. كل اللعيبه موجوده ان شاء الله يا كابتن علاء باستثناء نصر ماهر طبعا. نصر ماهر بس اللي عنده خلع في الكتف. عمار حمدي تم رفع الايقاف عنه. لما خلاص هو توقف مباراه بعد الانذارين خلاص. الانذارات بتتلغي في الراوند الثاني على طول. وبرضه من هنا يا كابتن علاء عايزين نحيي الجهاز الطبي، الناس اللي بتشتغل كمان على مراحل الاستشفاء. دكتور ايمن زين والدكتور صلاح عاشور. ومعهم الدكتور محمد صلاح. يعني ليلا ونهارا بجوار اللاعبين واستشفاء كامل، واللي محتاج اي حاجه ما بيتاخروش اي وقت ليهم او اي مجهود عشانهم. طبعا خاصة ان المباريات كل 48 ساعة، فما شاء الله اللعيبه محتفظه باللياقه، فلازم برضو نوجه الشكر للكتيبه الطبيه في يعني منتخب مصر الاولمبي. عايزين نتعرف اكتر. الجهاز والله ما بيتاخروش اي مجهود الا لخدمه اللاعبين يعني. تمام، عايزين نتعرف اكتر عن الكواليس يا كابتن علاء داخل المنتخب الاولمبي، خاصه ما شاء الله في روح حلوه، يعني رمضان صبحي مع اللعيبه بتظهر لقطات، ورمضان صبحي بيجمع اللعيبه وبيتكلموا مع بعض، يعني عايزين نتعرف اكتر على اللقطات دي. بصراحه الجيل ده يعني الواحد مر عليه اجيال كتيره. الجيل ده كله بيحب بعض، يعني ما شفتش درجه حب كده، وتلاقيهم كلهم مجتمعين مع بعضهم في الصلاه، في مشاهده الماتشات، عادات انفراديه او جدعات جماعيه او ساعه الاكل، كلهم روحهم طيبه جدا جدا، وما فيش قدامهم هدف غير الاداء الجيد لاسعاد الجماهير وتحقيق البطوله ان شاء الله والوصول للاولمبياد. عصرت يا كابتن علاء اجيال كتيره في منتخبات مصر. الحمد لله. اللي بيميز المنتخب الاولمبي الحالي عن اي جيل سابق؟ والله يعني اللي بيميزه روح الجماعه عندهم، حاجه جميله جدا جدا يعني تشوف مثلا مصطفى محمد لما بياخد الجائزه بيقول لك الجائزه دي انا ما استحقهاش، ده الجهاز اللعيبه كلهم اللي استحقوهم هم اللي عملوني، كلامه جميل جدا ومش كلام بس. نفس الشعور ده جوه قلب كل واحد، وده سر نجاحهم وتفوقهم وادائهم الجيد يعني. طيب الكابتن شوقي غريب وهو واقف على الخط يعني تحس انه عايز ينزل يلعب، متاثر مع كل كره مع اللعيبه، تحس انه الكابتن شوقي بيلعبها مع اللعيبه داخل الملعب. طبعا الله كان الله في عونه الكابتن شوقي طول عمره، كل ما يمسك حاجه يجيب معاه نجاح. تمام. المسؤوليه عليه كبيره، وامله كبير ان يحقق الهدف المرجو من وصول لطوكيو ان شاء الله. ده اللي بيخليه يعني عايز ينزل يلعب. انت عارف واشتغلت معاه انت قبل كده وكنت لاعب. فالحمد لله يعني هو بيركز كويس جدا مع اعضاء الجهاز الفني ودارسين الموضوع، جنوب افريقيا اللاعبين وامكانياتهم جيده جدا. درسوا لعبناهم قبل كده ماتشين يعني، برضه قعد التسجيل على اللاعبين وماتشات اللي لعبوها في بطوله النهائيات الافريقيه دي. الحمد لله يعني ان شاء الله نعمل يعملوا خطه كويسه ان شاء الله جيد، ان شاء الله نحقق الفوز ونسعد كل الجماهير ان شاء الله. كلمه منك بقى اخيره يا كابتن علاء يعني للجمهور اللي هيحضر ان شاء الله المباراه القادمه امام منتخب جنوب افريقيا. الجمهور هو صاحب الفضل الاول ولا بعده بفضل، يعني ان هو السبب الرئيسي اللي بيخلي اللاعبين يبذلوا قصارى جهودهم حقيقي، يعني وجودهم في الاستاد. ودي كان احد الملاحظات اللي قالها الكابتن في الماتش اللي فات. تمام. يا جماعه احنا عايزين نطلع اول مجموعه عشان ما نروحش نلعب في استاد السلام، احنا عايزين هنا في استاد القاهره، هنا بيستوعب جمهور اكثر، هنا الجمهور
واخد على المكان وانتوا واخدين على المكان، وكان دي احد العوامل الرئيسيه. اللاعبين بذلوا قصارى جهودهم لتحقيق الفوز دي السابق الحمد لله. تمام دكتور علاء عبد العزيز المدير المنتخب الاولمبي، شكرا جزيلا لك. يعني كان كلام مهم جدا وتصريحات مهمه.